عناق طال انتظاره، هكذا بدت عودة الأسرى إلى أهاليهم هنا في مديرية القبيطة بمحافظة لهج. واتفقنا نحن وإياهم أن يكون التبادل في منطقة المواهبة. هم وصلوا إلى رأس المواهبة ونزلوا مشيا على الأقدام، ونحن طلعنا مشيا على الأقدام. هم وصلوا إلى منتصف المواهبة ونحن طلعنا إلى منتصفها، وكانت هي عبارة عن مغامرة، لأن لو انفجر الوضع في ذلك لكانت هناك كارثة تحصل. لكن صممنا وأصرينا على أن يتم التبادل. بالنسبة لفترة السجن قضيناها يعني كانت علينا قاسية بالنسبة للتعذيب النفسي، وبالنسبة للتعذيب الجسدي المرة واحدة في التحقيق في سجن كلية المجتمع بدمار، وكان يعني بدون أي سبب هذا التعذيب، اللهم إنه ضغوط نفسية. عودة الأسرى جاءت عبر صفقة تبادل بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، أسفرت عن تحرير 6 أسرى من أفراد الجيش والمدنيين و8 من عناصر ميليشيا الحوثي بعد أشهر من الوساطات والمحاولات قادت إلى إتمام هذه الصفقة. لم تشرع ميليشيا الحوثي خلال الفترات الماضية إلى اعتقال وأسر العسكريين والمحسوبين على الجبهات فحسب، بل عمدت إلى اختطاف كثير من المدنيين الأبرياء والذين كان لهم نصيب كبير من سجون الميليشيا، كحال هؤلاء الذين اختطفتهم لقرابة عام من مدينة الراهدة. تم اعتقالي في الراهدة الساعة 4 الفجر وأنا طالع قوت، ما نستدعي على إيش مسكونة، قلتهم على إيش، حصلوا معي لصورة واحد مجند، قالوا لي ليش مجند، قلتهم معي لصورة، ما وزونا صالحة. سنتين وسبع أشهر دون أي تهمة، سواء أنني يعني مواطن طبيعي وما انتبه لي جهة، فبالتالي يعني لاقينا ما لاقيناه في السجون. ويظل المدنيون الشريحة الأسهل خطفا بالنسبة لميليشيا الحوثي. لم يكن هذا الأسير المحرر أفضل حالا من زملائه الأسرى بعد أن قضى نحو 3 أعوام في سجون الميليشيا بعد اختطافه في العاصمة صنعاء. تمثل صفقة تحرير الأسرى الأكثر فرحة بالنسبة لأهاليهم الذين لربما يأسوا من عودتهم، وبينما تظهر الفرحة مكتملة بالنسبة لهؤلاء تبدو منقوصة عند بعض الأسرى، لا سيما وقد عانوا لفترات طويلة من التعذيب النفسي والجسدي في سجون الميليشيا.